السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا صف الثالث المتوسط، واليوم نريد نتكلم عن التايم. آسف، الوقت. إيه، تعالي شلون نتعامل الوقت. الوقت ينحل بطريقتين، أكو طريقة اعتيادية وأكو طريقة يعني شلون نقدر نشبهها بأنه أكو طريقة رسمية وأكو طريقة غير رسمية. طيب أستاذ، إحنا سيردون من عندنا الطريقة الرسمية لو الغير رسمية؟ بالمدرسة يردون من عندكم الطريقتين، وبالامتحان الوزاري يردون الطريق، أي مهمات أي وحدة تردون تكتبوها اكتبوها. نجي هسه نريد نتكلم بالطريقة الأولى، وهي أولا الطريقة اللي إحنا نتكلم أو نقرأ الساعة بصورة اعتيادية، يعني مجرد تعداد أرقام. شلون يعني مجرد تعداد أرقام؟ يعني مثلا بالامتحان الوزاري اجتنا ساعة، بيش الساعة هاي ومثلا خلاص عادي، انت راح تكتب الاتز هاي دائما، والأربعة اسمها 4 والخمستاش اسمها 15، انتهت. مجرد انت حولت الارقام الى العفو، حولت الرموز الى كلمات. طيب مثال اخر، يعني على سبيل المثال الساعة هسه ايش راح تكتب؟ تكتب it is، عشرة اسمها 10 وثلاثين اسمها 30. طيب هاي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية هي الطريقة يعني نقول شوية صعبة، بس ماكو شيء اسمه صعب، ماكو شيء اسمه مستحيل، طريقة سهلة ونقدر نجاوبها. بس أول شيء لازم تحفظون هذني. شنو هذني؟ عندنا 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب هاي شنو؟ هاي الأرقام اللي انتم لازم تحفظوها. يعني ساد ما يحتاج نحفظ ال 15 وال 16 لا ما يحتاج، بس ذني. اوكي، وتحفظون ذني الشغلات، يعني هاي شوي راح تصير بالحفظ الاملاء اسهل من الطريقه الاولى. الربع كواتا، النصف هاف، التو ترجمتها الى، بس احنا هنا نريدها معناها الا. اوكي، باست و 20 ثلث اكلوك تماما. خش تعالوا نشوف شلون تنحل. هنا شبابنا الورود انت قاعد بالامتحان وجاك سؤال، شو اسم السؤال هذا؟ قال لك الساعة، اوكي، وبين قوسين قال لك tell the time، يعني يريد من عندك الوقت. اوكي، يريد من عندنا الوقت، ماكو اشكال. ايش راح نسوي؟ الطريقة الثانية هو نفس ما تحكيها بالجلفي. يعني هسه اذا لقيتك بالشارع وقلت لك بيش الساعة، راح تقول لي الساعة بثلاثة وربع. اوكي، نجي نكتبهن ثلاثة 3 و، قلنا الو وين راحت؟ اسمها past. الربع شو اسمه؟ كواتا. خلينا نحكيها مثل ما يحكوها الطلاب، كوارتر. على العموم كواتا، ولا تنسون الاتس، صارت سكواتا باست 3. ساد شو تكتبتها من اليمنى؟ هو حتى اوضح لكم الفكره، حتى خليكم تحلوها بطريقه مبسطه جدا. يعني انه هاي الطريقة الثانية اللي قاعد يستعملوها هي نفس الطريق، نفس الكلام الجلفي اللي عندنا، بس تشتغلها من اليمنى. واحد يقول استاذ ما وصلت الفكرة. ناخذ مثال اخر، يعني مثلا بالامتحان جاك سؤال قال لك هسه الساعة
نعم. لقيتك بالشارع، قلت لك يابا بيش الساعة؟ ايش راح تقول لي؟ تقول لي بالأربعة إلا خمسة. هذا اللي انت حكيته اكتبه بس من اليمنى، أربعة فور إلا تو خمسة فايف. صارت ها لا تنسون الاتس، صارت جملة اتس فايف تو فور، يعني بالأربعة إلا خمسة. تصور يعني شغلة بسيطة. شوية ناخذ بعد وحدة أصعب. يابا بيش الساعة هسه؟ راح تقول الساعة بثمانية إلا ثلث. أوكي نفس اللي تحكي كتبه، ثمانية eight إلا two ربع، العفو ثلث. ثلث قلنا وين الثلث؟ twenty. صارت هاول it's It's 20 to 8. I think it's clear for you. يعني واضح لكم إن شاء الله. طيب نجي إلى معضلة أخرى، وهي شنو هاي المعضلة؟ إذا جاب لنا أرقام، يعني أكو صيغة يصيحونها صيغة الـ 24، يعني صيغة الـ 24، يعني إذا جاب لنا 13 14، يعني مثلا هنا جاب لنا إياها، قال بإيش الساعة طلابنا أو شبابنا الورود؟ أوكي، أول ما نجي على هذا الرقم رأسا تنقص من عنده 12، يابه 17 ناقص 12 وش قد يصير؟ وردة خمسة. هسه الدور ورا ما كملنا، نجي نحسب بالساعة بالخمسة ونصف اللي راح يصير 5 past half. يصير هاب باث 5. اوكي ناخذ مثال اخر، او علينا خلينا ناخذ بعض النماذج الوزارية. هذا السؤال دائما يجي في القواعد، اوكي اول ما نجي على 15، 15 ناقص 12 يصير الساعة ب3. هسه بس الساعة، الساعة ب3 اكو طريقتين مثل ما قلنا، اكو طريقة اعتيادية اكو طريقة. هسه الساعة بيش؟ 3:10، 3 و10. اكو طريقة ثانية اللي هي شوية الطريقة المعقدة واللي هي اللي يردوها بالوزاري. بيش الساعة؟ الساعة ب3 و10. اوكي نكتبها 3 3 و past 10 10. يعني الساعة it's the past 3. اوكي مثال اخر، قلنا هنا ننقص من عندها تصير 4 بالساعة بالأربعة وخمسة، أربعة 4 و past خمسة 5 5 past 4. ها لا تنسون ال it's ساتر، بس ما يصير التهيش تسووا يا الطلاب وذول الطلاب. احنا ايه عادي، بس احنا قاعد نقدم ابسط طريقة وهي الطريقة المبسطة جدا اللي توصل. بعدين الطالب ياخذها على شكل مسلمات، تخيل يكتبها اول مرة بعدين راح يقول 5 past 4 بكل أريحية وبكل سهولة. على العموم طلابنا، وهاي مثل ما قلنا لكم هاي اجت هواي سنين. خلينا ناخذ اخر شيء اجت 2017، والله بسيطة هاي، و2000 و17 الدور الثاني ايضا بسيطة ما بيها شيء، 2018. اوكي 2018 تمهيدي، خلينا بعد اكو غيرها. نعم 2018 الدور الاول، 2018 خارج القطر كل ان شاء الله بسيطة، يعني ما اشكال. 2018 الدور الثالث،
2019 التمهيدي بالله الدور الاول، نعم 2019 الدور الاول اللي هواي طلاب عانوا من عدها، مع العلم انه هي ما بيها شيء ترى. بيش الساعه؟ اول ما نجي على هذه نخصمها ونوخر من عدها 12. بيش الساعه؟ بالاربعه. ساعه بيش؟ بالاربعه وعشره. اربعه قلنا 4 و past 10 10. لا تنسون ال it's 10 past 4. على طلابنا الأعزاء